بعض بالمبدع الارتجالي اللي ما بتقدرش تمسكه على المسرح. الله يستر حسام يوسف. تحمسنا عاد مش بويز الحماس اللي اختيرت. يعني انا من فترة خلص قررت اني لازم اعمل اعفاء في المدينة. شو الادوية اللي بصرفها كلها؟ سكري ضغط قلب روماتيزم كله زيها. غير هيك انا بس اتحمس بصير بدي افرفر. اول اشي شكرا لكم جمهور كثير حلو انكم جيتوا بهيك جو جد يعني جو رشح وفلوزي وربيع بعض. شكرا لاصحابي اللي يجي يدعموني. شكرا لعائلتي ما تزكفوش. قرايبي حبايبي اللي ما دفعش حق التكت هاي الحساب عند امي. خصوصا حمودي ابن خالتي بعرفك خبيث مش عارف وينك بس امسكوا لنا حمودي على الباب. مبسوطين؟ شوفتك مبسوطه؟ كيف مبسوطه بعد ما بلشت؟ هسا ابوي من يوم ما عرف اني انا صرت اعمل عروض ستاند اب كوميدي صار بده يركب موجه النجاحات معي. ايه كيف ينجح لحاله؟ صرت كل يوم الصبح اصحى الاقي ابوي قاعد على الفيسبوك زي هيك. تعال تعال اقول لك نكته تعال. اقول له حلوه بس بصيرش اعيد لازم انا الف 50,000. ضلينا على هالموال ايام لحد ما يوم صحيت لقيت ابوي عم بيهز. ابوي بس يضحك بضحك على السايلنت بس بكون كرشه بيهز. بقول له يا زمالك قول لي تعال تعال شوف 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 النكته. قلت له ما حكيت لك بصيرش عيد. قول لي لا 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 هي صارت معنا جد. بقرا فيها ايه فعلا صارت معنا جد. من شهر صار في مشكله في الخزان فطلعت انا وابوي نشوف شو المشكله. كان معنا لوكس ومفتاح انجليزي. فابوي قاعد بحل في هالماسوره وانا ضاويله. حل 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 ما حلتش معه. فبقول لي ليش استنى بس ما حكيت شيء. ما حلتش معه. قلت له اجرب. قال لي خذ جرب. والله حل 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 حلت معه. فهو اتطلع في ايزي شايف يا حمار هيك الواحد بيمسك اللوكس. بس غير انه صار بده يركب موجه النجاحات معي صرنا نحل المشاكل بالبيت بطريقه كوميديه. هذيك اليوم تمشكلت انا وياه على سبب تافه ليش تاخرت بعد 6:30. بعد اسبوع قال رحت خلص بدي احل المشكله يعني خلص بكفي بدنا نطلع في السياره. فبحكي له خلص انا بعتذر اخر مره ما بتنعاد. قال لي طيب ماشي. ولا عملي مش طيب ماشي. قال لي كل مره بتحكي لي زي هيك. قلت له لا لا هالمرة جد انا وعد مش راح تنعاد وانا عندي كلمتي. تطلع فيه زي وزي هيك يلا عشان تحطها في الستاندرد كوميدي تاعي. هسا المرة الماضية انا حكيت لكم انه احنا قررنا نغير الشطافة بس ما حكيت لكم شو السبب اللي خلانا نغير الشطافة. الشطافة اللي جبناها هي عبارة عن شطافة بالحيط اللي كانت عنا هي البداية اللي بتيجي مقعد جانبي. بس هاي شو مشكلتها؟ مشكلتها عاطلة كتير بشي. يعني انت يا دوبك تفوت تدفي الكابينيه الا بدك تنقل مرة تانية وعايشي ابرد يعني هو المقعد باردة والمي باردة. فإذا بتصيروا تلاحظوا بتزيد مدة قاعدتك بالحمام بصير بتولد عندك شعور بالخوف من المستقبل. وحقك يعني كندا على شمالك قطب متجمد. فاحنا شو حدقين بالبيت بصير كل واحد يحكي للثاني فوت فوت قبلي عشان يدفينه. شو بتكاش تفوت لا لسه ما هضمتش حدقين. هسا سبب مقنع عشان نغير الشطافه بس مش هذا السبب الرئيسي اللي على اساسه اخذنا قرار تغيير الشطافه. السبب الرئيسي كان انه قبل 15 سنه عم ابوي عارف اللي بالقريه قرر انه يزورنا بعمان. عم ابوي عارف زلمه مكحكح ختيار اكثر مني تخيل. الزلمه قديم قديم يعني اقدم من اسرائيل من نقدر نحكي. الزلمه موجب بيجيش ايديه فاضيات. جايب ضيافته معه جايب لنا بوكس 60. ايش نص ساعه زمان كان شامط بوكس 60 لحاله. طبعا انتوا بتعرفوا الدين عباره عن موليه للمعده.
ايش نص ساعه زمان بلش الخبط بالمعازيم. وين الحمام؟ وين الحمام؟ هسه وين المشكله؟ الحمام بالنسبه له عباره عن مكوك فضائي اختراع. فدليناه على الحمام فات دبر حاله يفترض. فبس وخلص طلع. فانا صحيت بالليل، بتعرفوا انا بحب افرفر كثير، فضويت الضوء بطلع. ايه يا زلمه ابوي متى لحق يدهن الحمام؟ بعدين شو هاللون الكبكة المختار؟ بطلع ايه هاي الكبكة شخصيا يا زلمه. المسكين فكر انه اي اشي بنقعد فيه فهو يفي بالغرض، فهو قعد في البداية بدل ما يقعد في الكابينيت. طلعت من الحمام الا شفته بينادي علي، قل لي تعال جيب لي كاسة مي. جبت له كاسة مي، فانا بستنى فيه يشرب، فهو ما شربش، هو راح فك طقم الاسنان ونقعه في الكاسة. بس الحمد لله هاي القصة امي ما عرفت فيها، عرفت فيها اليوم. فصحي الصبح بدي يلبس طقم هالاسنان، لبس طقم هاللولو قربت. لبس طقم هاللولو، اخذ حبة الضخ، استحى يطلب مني كمان مرة كاسة مي، كرباحة بنفس الكاسة. لعب اخت القرف. هسه وين المشكلة؟ المشكلة انك بدك تصحى الصبح تبوس ايده. عمي ترى الموضوع مش موضوع كرامة، بس عقلي الباطن مش راضي ينسى اللغويس اللي شافها البارح. وبكون مخبي لي نص ليره هيك تحت ايده، انه تعال تعال خذ، تعال اكل لك، خذ نص ليره هي لك ولاخوانك. بقول له يا زلمه احنا بدنا 3 ليرات فيري ننظف خبايصك. لهون كنا ماشيين عادي. وين نقطه التحول مزبوط صارت؟ لما شافنا واحنا بنتغدى. احنا بس نتغدى بنمسك هالصحن بنحطه في المجله، بنبل ايدينا في المجله وبنروح بنغسل في الحمام. اي زلمه يتفرج زي قال لك يا عمي هاي واضحه بدها السؤال، الجماعه بيغسلوا هون. والله ما شفته غير قام على هالمجلى بلش يشمر. ما خلصش تشمير. الزلمه قرر يتوضع المجلى. هسه بهاللحظات هاي امي كانت في الصالون، عم ابوي كعارف كان في المطبخ، انا كنت في النص بتفرج شو عم بيعمل وبروح بحكي لامي شو صار. رحت طليت اول طله، جيت لها قلت لها يما هي بلشت تمضمض. هون امي بلشت تشد شعرها على خفيف. جيت طلت كمان طلت، جيت لها كذا يما هي بلشت تمضمض الدنيا. هسه هون امي صارت تاخذ من ادويه السكر والضغط اللي باخذها انا. جيت طلت كمان طلت، جيت لها بوجي بشوش، بحكي لها يما ما غسل اجري بالمزنة. هي هون تنفست الصعداء وانبسطت. بهاللحظات هاي انا رحت طلت كمان طله صغيره، جيت لها بحكي لها يما سوري خربطت، وكان رايح يجيب البشكير اللي بتنشفي فيه الجلي عشان ينشف اجري. من يومها صرت انا وامي نجدد الاعفاء مع بعض. بس ما حكيت لكم مش ليش احنا من جديد اخذنا قرار تغيير الشطافه. الشهر الماضي عم ابوي عارف رن على ابوي بحكي له جهز لي حالك، الشهر الجاي جاي ازورك انا وعمك عبد الرؤوف وعمك فتحي وجايبين لك بوكس 60 معنا. هذا كان وقتي معكم، شكرا لكم حسام يونس.